السيدات والسادة العضوات وأعضاء مجلس الجهة الموقر، السيدات والسادة أطر وموظفي المجلس ووسائل الإعلام، كما تعلمون سيد الرئيس وكما هو ثابت في جدول الأعمال لهذه الدورة أنه جاء ظاهرا بمجموعة من القضايا ومشاريع الاتفاقيات والبرامج التنموية التي تهم تدبير الشأن العام الترابي لجهة الرباط صلاء القنيطرة، سواء فيما يخص مشاريع تطوير قطاع الصحة والرياضة والتمكين الاقتصادي، بالإضافة لمشاريع تطوير الصناعة التقليدية وباقي المشاريع أيضا. وإذ أتمم في هذا الإطار باسم الفريق الدستوري جل المشاريع المذكورة التي ستستفيد منها هذه الأقاليم، كما أحيطكم علما يقينا منا بأن هذه الاتفاقيات ستعود بالنفع والازدهار لا محالة من ذلك، وإننا نؤكد أننا نلتزم الموافقة والتصويت الإيجابي لهكذا مشاريع واتفاقيات، وأننا كفريق دستوري تهمنا المصلحة العامة للأقاليم ولا مكان للحسابات الانتخابية والسياسية الضيقة على حساب الصالح العام. وأؤكد مرة أخرى السادة الحضور الكريم أننا لا نهتم للحسابات السياسية، وأولويتنا وهاجسنا الأساسي هو المصلحة العامة، إلا أنه السيد الرئيس المحترم وجب إثارة نقطة استفادة جل الأقاليم من هذه المشاريع التنموية، حيث لا يعقل أن تظل بعض الدواوين في إقليم كبير مستثنات ومعزولة من هذه الاستفادة، وخصوصا في تطوير البنية التحتية، حيث أن من أهداف هذه الاتفاقيات والمشاريع تحسين الربط بين الأقاليم والجهة، وكذلك لتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الترابية. وهكذا ما لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستفادة باقي دواوير الأقاليم. سيد الرئيس، نحن كمجلس حقيقي فعال نواجه مطالب الساكنة بشكل يومي. الناس كيطلبوا منا تعبيد الطرق واللي هي لتسهيل التنقل، خاصة النقل المدرسي والسيارات الإسعاف، باعتبارها من الأساسيات التي لا يمكننا تأجيلها. وأخيرا وليس آخرا، لا يسعنا إلا أن ننوه بمجهوداتكم سيد الرئيس التي تقدمونها لهذه الجهة العزيزة. وهنا أنوه أن مطلب مشروع لسنة 2023 لم يكن مدرجا تم تداوله في هذه الدورة، ونخص بالذكر المشروع الذي يروم لحماية مدينة يحيى الغرب من الفيضانات بإقليم سيدي سليمان. سيد الرئيس، هذه النقطة كان لابد أن ننوه بها، ونشكركم على ذلك باعتبار أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.